بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا المشاهدين الكرام، أخواتنا المشاهدات الكريمات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. نسأل الله لنا ولكم أطيب الأوقات، ولأوطاننا الاستقرار والثبات والنصر في مواجهة هذه الهجمات على الأمة، تريد أن تستأصلها من جذورها. أي والله، المعركة نكون أو لا نكون، مثل ما قالوها الإنجليز، to be or not to be، إما أن نكون وإما أن لا نكون، وسنكون إن شاء الله بهذا الدين. إخواننا والأخوات، سنكون إياكم أن يصرفوكم عن هذا الدين. والله مكائد وحيل وألاعيب يعجز أمامها الشيطان نفسه أن يأتي بمثلها في محاولة زحزحتنا عن ديننا وإزاحتنا عن إسلامنا العظيم. مؤامرات ملو الكون، اللي بيتابع وبينتبه، مع احترامنا واللي مو دارب، وش بحكي عن ايش هذا؟ اي مؤامرات؟ ولا في مؤامرات، انتو الشيوخ بتوع نظرية المؤامرة، هذا كلام فاضي. شكرا، بارك الله بيك. الدنيا كلها مؤامرة يا عمو، احنا خرجنا من الجنة بمؤامرة من إبليس، وخرجنا من جنة الأرض فلسطين بمؤامرة من الصهيونية العالمية والأنظمة المحلية والقوى العالمية. حياة مؤامرة يا أبويا، بدنا نظل نضحك على حالنا احنا؟ نظرية المؤامرة هذا نظرية الشيوخ الفاشلين. شكرا، بارك الله بكم. على كل حال، حلقتنا لهذا اليوم بعنوان يا ليت قومي يعلمون. كلمة عظيمة قالها رجل مؤمن بلغ مع الرسل رسالة ربه، وقال هذه الكلمة يا ليت قومي يعلمون. نحاول أن نشرح الآية إن شاء الله تعالى، عرض سريع لبنود فقرتنا لهذا اليوم المبارك إن شاء الله. كلمة الأسرى طبعا تعريف بكتاب من أهم الكتب للدكتور محمد عمارة، سنعرف به إن شاء الله تعالى لما يجي وقته. ثم نقطة أخرى، علموا أبناءكم القراءة. هم بيقروا في المدارس، لا، نريد أن يصبح قارئا نهما مقبلا على الكتب، متعشقا أن يمسك الكتاب، مو الأتاري والألعاب والجيمز تشغل وقته. هذا كله ما بيربي جيل، احنا عاوزين جيلا منتميا، جيلا واعيا، جيلا مثقفا، جيلا قارئا، جيلا مطلعا واسع الاطلاع. علموا أولادكم وأبناءكم والبنات القراءة. رقم 5 ولا كام، مؤتمر قمة العلا، قمة العلا اسم على مسمى. المهم، ثم الشأن الفلسطيني، أمريكا العربية، وما هذا؟ يعني أمريكا صارت بلدا عربيا، بتطاوشوا على الكرسي، والله ما بسيبه، والله إلا على جثتي. الحمد لله أن جعل أمريكا بالعقلية العربية. يا ريت صدرونا ترامب، والله بنفع عندنا في أي بلد في العالم العربي، بياخذ مجده، وإذا لزق بكرسي ما بقومش طبعا. عندنا ممتاز، صدرونا يا لك يا أخي، بعتونا يا، بنحطه محل الأسد، محل يعني بندبر له محل سهلة. العالم العربي 22 دولة، بنقول له نقي، اختار وين ما بدك ولزق، اقعد بالكرسي بالغرة، بثبتوه بمسامير، ثبتوه ببراغي، خليه قاعد. احنا عندنا فور ايفر، فور ايفر. اذا امريكا العربية، كلمتين عن نقابة المعلمين، ايران والعربان، وما هذا؟ نشوف شو بيطلع، الله بيسر. والملف المصري رقم 10، والله يبارك لنا في الوقت، لانه كل نقطة بدها حلقة والله، لكن نستعين الله. يا ليت قومي يعلمون. نقف مع الآية الكريمة، أقول أمنية غالية تمناها هذا المؤمن، ولم يقصد ليتهم يعلمون ما صرت إليه من جنات ونعيم ونهر، بل ليتهم يعلمون
الطريق الموصل إلى ما صرت إليه. يعني مش بدي أشوف أنه شوفوا أنا صرت إيه، لا، شوفوا اللي وصلني إلى هذا يطلع إيه، هذا الدين العظيم. يا ليت قومي يعلمون عظمة إسلامهم العظيم وقرآنهم الكريم وسنة نبيهم عليه الصلوات والتسليم. يا ليت قومي يعلمون كم في العلم من كنوز، كم في تفتح العقل والقلب من خير هائل عميم عظيم. وهو يتمنى لهم ذلك الآن، يعني في حياتهم، مش يعلمون وقت ما يصيروا للآخرة، آه لو كنا انتبهنا. ما ينفعش، احنا عاوزين ينتبهوا من الآن حتى نضمن مستقبلا زاهرا وبالخيرات زاخرا، ونضمن في الآخرة جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بدل ما يحاسبونا على النقير والقطمير ومن حوسب، حيزتوه في النار. بدنا نعدي بغير حساب. كيف نعدي بغير حساب؟ نمشي على هذا الكتاب، ندخل الجنة مع أولي الألباب، وبيفتحون الأبواب مفتحة لهم الأبواب، بدل ما نلقى في التباب واليباب والخراب في الدنيا والآخرة. إخواني، هذا الدين سعادة العاجل والآجل. صوروا لكم الدين بعبع يجب التخلص منه، أعوذ بالله، تشنج وتطرف، لا 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 لا. هذا كله أفلام هوليوود، صوروا الدين بالتوحش والإرهابي، الإرهاب والإسلام قرينان. لا، هم الإرهاب، من يروجون هذه البضاعة والإشاعة. قاتلهم المولى على ما يصنعون من إساءة لهذا الدين. على كل حال، سورة ياسين درجت التفاسير على أنه مؤمن آل ياسين، اللي هي سورة ياسين. القرية إذ أرسلنا إليهم اثنين، هؤلاء الاثنان ذهب من منطقتنا إلى أنطاكيا رسلا لعيسى عليه الصلاة والسلام. إخواني، هذا الكلام في التفاسير ملأ بهذا الكلام، ولا يصح ولا يصلح ولا يجوز أن ينقل. المسيح مش رسول عالمي يا أبوي، حتى يودي رسل. المسيح رسول بيودي رسل على أنطاكيا. يا ناس، هذا موجود مخلوق ليفعل وليعمل وليفكر. هل المسيح رسول عالمي؟ ما هو القرآن بيقول ورسولا إلى بني إسرائيل، مش لأهل أنطاكيا. عجيب أمرنا والله، ما نعرف كيف بنفكر يعني. والرسول له رسل، هذا كله كلام منقول عن كتب الإسرائيليات، رسل عيسى. لاحظوني ملاحظة، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم، إلى آخر الآية من سورة القصص رقم 20. ركزوا معانا، اللي هي طاسين ميم، وهذه ياسين، سين مشتركة ما بينهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، نفس النص بس هناك وجاء رجل، وهنا جاء من أقصى المدينة رجل، وجاء رجل من أقصى المدينة. هناك في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل، آية رقم 20، هنا وهنا رقم 20. ما فهمناش عاوز تقول إيش. عاوز أقول إنه هو الرجل، هو اللي في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، إذ أرسلنا إليهم اثنين موسى وهارون. إخواني، بدل ما أخذ من القرآن، قمنا نأخذ ونغرف من روايات أتباع الشيطان الإسرائيليات، خرافات وخزعبلات زجوها في كتبنا وراجت وسوقت ولقت مشترين ولقت موزعين وكلاء بياعين وحكاية، وانتشرت وفشت وأصبحت هي السائدة ولا تقبل نقاشا ولا بديلا. على كل حال، إذ أرسلنا إليهم اثنين موسى وهارون فكذبوهما
فعززنا بثالث. هذا جاء تعزيز. وقال رجل من مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول رب؟ تعزيز، إذن رسولان ومعزز، فعززنا بثالث اللي هو مؤمن آل فرعون. تتناسق على كل حال. حبيت بس أن أجلي الموضوع كما أفهمه، وأنتم بالخيار طبعا، لا نلزمكم ولستم ملزمين بأي قول. على كل حال، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، خلاصته إذن يا ليت قومي يعلمون. احنا هنا موضع الاستشهاد، العلم نور هذه الحياة، اي والله، وبالعلم تفتح الوعي، فلا نخدع ولا نخرج من التاريخ. إخواني، لما زهدنا في العلم خرجنا من التاريخ، وأصبحت أوطاننا مستباحة وشعوبنا مغلوبة على أمرها. بدنا نعلم ما يحاك لنا من مؤامرات، بدنا نعلم. يا ليت قومي يعلمون كيف تدار السياسة، كيف يدار الاقتصاد، كيف تدار المؤسسات، لما تقدمت إسرائيل علينا جميعا. بدنا نعلم، بدنا نقرأ إخواني، بدنا نقرأ. يا ليت قومي يعلمون مطلقا. يعلمون ماذا؟ يعلمون المفعول محذوف ليذهب الذهن في تصوره كل مذهب. يعلمون التاريخ، نقرأ كيف بدأ الخلق، كيف تأسست هذه الدول، كيف عربية وغير عربية، كيف أسسوها ولماذا، وكيف قسمونا ولماذا، كيف يتحكمون بنا بعد 100 سنة من إنشاء دولنا. يا ليت قومي يعلمون. النص مفتوح على وسع الكون والله. يا ليت قومي يعلمون. باختصار شديد، نعلم الدين، نعلم دنيانا، نعلم خطة نهوضنا. يا ليت قومي يعلمون. كلمة، هذا ما قلناش شيء عن الآية، اللهم لمحة سريعة، وفيكم فطانة. ممكن تعود بنفسك تتأمل الآية وتستنبط منها ما تشاء. كلمة إلى الأسرى أقول، أعزائنا إخواننا، دائما وأبدا سلام عليكم ورحمات ورضوان وتصبير وتثبيت من مولاكم الله. تابعت أقول في قناة الجزيرة الوثائقية برنامج عروس في الانتظار، مجموعة من الكريمات مخطوبات لشباب مسجونين، بعضهم 48 مؤبد، يعني كأنه إسرائيل هتعيش للمؤبد. لا، عمركم قصير إن شاء الله، بس تصحى الأمة وتستقل. اسمع، احنا مستقلين على سن رمح، يا ريت، ده اللي كنا بنتمناه واحنا زعلانين ان نكون مستقلين، يا ريت. اللهم حقق ما يقولون واجعله واقعا وليس كلاما خرطا. على كل حال، خلينا مع الأسرى. وكأن إسرائيل مؤبدة، إنها زائلة بإذن الله متى استقامت أوضاع العرب. فإلى الأخوات الكريمات وإلى خطابهن من الأبطال المقاومين، صبركم وإقامتكم على هذا الرباط المقدس جهاد فوق جهادكم في مقارعة العدو. إنها فلسطين بقدسها الشريف بأقصاها الطهور، قبلتنا الأولى، مسرى سيد النبيين ومعراج إلى عليين. إنها وديعة الفاروق التي ضيعها تقصيرنا وتشتتنا. كل العالم بيتحد ما عدا العالم العربي، متفقون على الفرقة، متفقون على التنابذ. إلا قطر، إلا قطر أخيرا قال صفحة جديدة، ومش صافية النفوس لسه، يعني مش عايز، يعني كأنه واحنا في الوقت المستقبل فيه إسرائيليين. هلا 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 هلا، شيء عجيب. وإخواننا القطريين مكفهرون، بدكم تطبقوا 13 بند، أول بند غلقوا الجزيرة، ولعوا على الجزيرة لأنها أكفأ
قناة في العالم. غيرانين منها العربان، غلقوا الجزيرة أول شيء. غلقوا قنواتكم المهملة الهلس، قنوات دعاية مش قنوات إعلام وإخبار. إنها وديعة الفاروق التي ضيعها تقصيرنا، تستحق أغلى وأعلى التضحيات. فيا أيها المنتظرون فرجا قريبا من المولى القريب سبحانه المجيب، وهو الذي قال فإني قريب. ويا أيتها الأخوات المنتظرات فرجا من رب السماوات، أسأل الله أن يحقق لكم هذا الارتباط إن شاء الله، والوعد إن شاء الله إجابة الدعاء. فالصبر والثبات، والأمر الذي يراه غيركم بعيدا ترونه أنتم بعيون الثقة في الله قريبا. سلام عليكم وسلام عليكم أخواتنا، وجمع الله شملكم جميعا يا رب العالمين. تعريف بكتاب، وما هذا الكتاب؟ هذا الكتاب للكاتب والمفكر العظيم والأستاذ الجامعي الرائع محمد عمارة. هذا الكتاب سقوط الغلو العلماني، مش العلماني من العلم، لا، العلماني من العالم، يعني يؤمنون بالعالم جسط العالم ولا يؤمنون بما وراء العالم، يعني ما وراء الطبيعة ماليش علاقة. وذلكم علمانيون، مش من العلم، لا، من العالم. على كل حال الأستاذ محمد عمارة التقينا في مؤتمرات، أزعم أنه من أنضج العقول الإسلامية ومن الأوسع ثقافة، مفكر عميق التفكير، غزير ما شاء الله، متكلم، دارس، مدرس، ناقد، مفكر، شيء عجيب. يمكن عنده عشرات الكتب تأليفا. الحقيقة يعني مثل هذا الرجل رحمة الله عليه فقدناه قريبا، وقد قارب 90 أظن. عنده مكتبة حدث ولا حرج. وابن أرياف، يعني محمد عمارة ظل ابن الريف، حدث ولا حرج. على كل حال يرد على محمد سعيد العشماوي، ما هذا؟ نكر، لا لا، هذا شرم النار على علم، لكنه يعني من أذرع الغرب في تغريب مجتمعاتنا، هذا أحد أذرعهم المهمة. بيقول إنه كان يعني وجوديا، كل تفكيره وجودي. تعرفين فلسفة الوجودية بفرنسا وبألمانيا، جاء وقت تراجت، وشبابنا دائما توابع يعني يفتنون بها. بيقول بقيت إلى أواسط السبعينيات وأنا وجودي، كان عندي يعني نوع من الاطلاع على الثقافة الإسلامية والعلوم الإسلامية، اطلاع، لكن هو متبني الفلسفة الوجودية يكتب فيها. بعد أواسط السبعينيات بدأت الصحوة الإسلامية تدعو إلى تقنين القوانين المصرية بالذات والعربية على العموم وفق الشريعة الإسلامية. هناك عمل العشماوي شيفتينج، يعني تحول إلى مضادة الإسلام، وكتب عدد من الكتب، وكان ينشر كتبه في الأول مقالات عند موسى صبري. إخواننا المصريين بيعرفوا من هو موسى صبري، معروف، معروف رئيس تحرير الأخبار، معروف من هو، معروف توجههم، رجل الأجهزة على كل حال، وذراع من أذرع التغريب موسى صبري. واستخدم هذا يبدو صفقة، حنديلك ما تريد، باع دينه ويتكلم كلام عن الإسلام، والله لا يقول الشيطان نفسه، يعني نقاط كثيرة جدا. مثلا القرآن مش باللفظ، القرآن بالمعنى، يعني النبي كان يدي المعنى للصحابة
اكتبوه زي ما انتوا عاوزين يا ولد. والله ما قال بها لا الانجليز ولا الفرنسويين ولا الطليان ولا احد في الكون الا محمد سعيد العشماوي. ثم يقول انتهى الوحي بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانتهى حكم الوحي والشرع كله، الان نحن نحكم بغير القرآن. انتهى خلاص، انتهى زمان القرآن، يعني كأنه القرآن فقط 20 سنة. بعدين انتهى القرآن، انتهى الوحي، كلام كثير. والشريعة الإسلامية والقوانين الإسلامية كلها مستمدة، شوف شوف اللغم، من الحضارة الرومانية. عشان ايه؟ عشان اقول لك القانون المصري لما يستمد من القانون الفرنسي عادي، عادي جدا، مش مشكلة، ما دام الإسلام كله مستمد من القانون الروماني جستنيان. حلاوتك والله. خليني أقرأ لكم. طب وتجمد الإسلام منذ زمن النبي نفسه، انحرف منذ زمن النبي. يا الله عشماوي لك العمى. بدأ انحراف الإسلام عن القرآن زمن النبي؟ آه يا راجل، ما تخشى ربنا شوية يعني. قال أنا خلاص اشتروني، ولا أنا عندي صفقتي، أنا اتباعت وخلصت. آه ماشي، حتشوف بكرة. ومات على كل حال. انتهت مهمة القرآن، الآن احنا نحكم بالقانون الموجود، القرآن فقط لمرحلة وجود النبي. يا الله، يبقى رب العالمين نزل كتاب ووحي وبعث أعظم الرسل عشان 20 سنة، بعدين أوفر، انتهت آيات القرآن وانتهى. يا الله، طبعا هذا الكلام موجز جدا. بقول يهود خيبر مظلومين، ظلمهم النبي وظلمهم الصحابة. حلاوتك. آخ، هؤلاء من هم كعشماوي وغيره؟ هم حراس مشروع التغريب. خليني أقرأ عليكم سريعا والله بعض النصوص، مضطر أني أقرأ بعض النصوص لأنه لابد نعرف ماذا يقول هذا الرجل. بيش أقول المجرم؟ مش ضروري. مثلا بيقول تقدير الصهيونية، شوف لموقع الرجل، يعني هذا محمد عمارة بيقول الصهيوني بتقدروا. الدليل السفير ساسون، جاله يعني واحد من طلاب الجامعة المصريين قال له أنا يعني محتار في موقف من الإسلام، قال له عليك بسعيد العشماوي، شوف تقديره عند الصهيونية ساسون. بعدين الولد بعد مرحلة جاء للسفير قال له الآن اقتنعت بحق إسرائيل في الوجود، congratulations، تهانينا. الآن هذا العشماوي بيحاضر في حوالي 10-12 جامعة أمريكية وأوروبية مختلف بلدان العالم، بدرس الشريعة الإسلامية بالطريقة اللي سمعتوها. القرآن انتهى، الوحي خلاص، والقرآن بالمعنى، والقرآن مستمد من جستنيان والقانون الروماني وحكاية. إذا نصح السفير ساسون، كان سفير إسرائيل في مصر، نصحه بقراية السعيد العشماوي. التطرف الأصولي أكثر خطورة من سلاح التدمير الشامل، العالم يجهل الخطر الأكبر الذي يهدده الأصولية الإسلامية. يا الله. ومثل هذا الكلام، الجامعات مثل ما قلنا فتحت أبوابها له ليدرس فيها الانحرافات، ومثل ما قلنا لك قال إنه الانحراف عن الإسلام بدأ مبكرا جدا، كتبه كانت ضعها في دار نشر ماركسية. ويقول بتاريخية النص القرآني، يعني هو لمرحلة تاريخية معينة وانتهى، وهذه النظرية كلها مسروقة من الغرب. وهكذا الرؤية العشماوية، انزلق الإسلام، انزلق الإسلام إلى مهوى خطير، وانحدرت الشريعة إلى مسقط عسير. يا ولد ماذا أقول لك؟ يعني التغير قد أصاب ذات الإسلام، تغير بنيوي في الإسلام نفسه بما فيه من إيمان وشريعة، يعني العقيدة والشريعة تلخبطت، وباعوا دينهم بدنياهم المسلمين، بدءا من حاشا من الرسول الأعظم. يا ولد يا أعوذ بالله، مش معقول هذا.
وتباين شديد ما بين الأصل اللي رب العالمين أنزل كتابه والواقع اللي بدأ انحرافه من زمن الرسالة. كلام الرسول ذاته قاد المسلمين الأوائل في إحداث هذا التبديل لدين الإسلام. يا إخواني الكتاب جزى الله محمد عمارة خيرا، فل هذا المجرم وفل حديده ورد عليه بالحجة تناقضات العشماوي، يقول الكلمة وضده بعد كم صفحة بنفس المقال وبنفس الكتاب. خلاصة الكلام أرجو أن يقرأ هذا الكتاب لتعلم منهجية التفكير، منهجية الرد على المجرمين بعمق بأصالة بوعي بشمول بنضج. هذا الكتاب أزعم أنه يوزن بالذهب. أنا قارئ قبل 20 سنة وعدت قراءته في يوم واحد 326 صفحة، 30 ساعة كنت منتهي من الكتاب من الجلدة للجلدة من فضل له وملخصه، لكن ما فيش مجال أقرأ لك نصوص أدهى وأمر مما أسمعتك. في الوصلة الثانية نكمل بقية الموضوعات، كونوا معنا أيها الأعزاء. أخواننا مشاهدينا أخواتنا مشاهداتنا حياكم الله، مرحبا بكم في الوصلة الثانية من لقائنا لهذا اليوم من برنامجنا برنامجكم دين ودنيا. أسأل الله تعالى أن يصلح لنا دنيانا بديننا يا رب العالمين، آمين. وبعد، علموا أبناءكم القراءة واجعلوها عادة وهواية ومتعة. يعني اختار للولد كتاب في صور، كتاب يحرك عقله، كتاب يمد نظره إلى بعيد، كتاب يشوقه، وانت أيضا حببه في الكتاب وليراك تقرأ. يعني من فضل الله أقرأ بالجلسة الواحدة 50 صفحة، بغير جلستي بتحرك بعود إلى القراءة. لك هذا الكتاب 30 ساعة كنت منهي، يعني راح ساعات النوم بس فقط من الجلدة للجلدة، ومن فضل الله كل يوم بهذا المعدل 200-250 كل يوم. وأنا أعتبر نفسي والله مثل ما بقول دائما مش تواضعا، حقيقة أمي والله يا ليت الوقت النهار 40 ساعة ليقرأ الواحد كتابين في اليوم مش كتاب. على كل حال، لأمر حكيم كانت أول كلمة نزل بها الوحي اقرأ. اقرأ إخواني، ضيعنا من الزمن كثير. يعني بفضل الله مكتبة مش أقل من 30-40 ألف كتاب، أعرف بمعدل كل يوم بكتاب، ولو استمريت 10 سنين تخلصي المكتبة أبد. من فضل الله كل يوم على الصفحة عندي أعرف بكتاب، ألخصه قدر الإمكان حتى يطلع من يتابعنا على أكبر عدد. المذكرات صرت يمكن معرف على الأقل ب25 كتاب مذكرات من تشيرشل وانت نازل، مذكرات يعني قادة الجيش في مصر، مذكرات هيكل عن فلسطين وعن الخلاصة. إذن ولأمر حكيم أن أول عمل زاوله الإنسان التعلم، وعلم آدم الأسماء كلها كلها. هذا كتاب الاسم والمسمى، هذا قلم مثلا مثلا بقرب الصورة، الأسماء كلها. طب الاسم مش بعرف المسمى؟ بلى، يعني أقول له كرسي ما هو؟ بده يشوفه. إذن أول عمل زاوله الإنسان في الجنة التعليم، التعليم. أول كلمة نزل بها الوحي اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق،
خلق الإنسان من علق، اقرأ مرة ثانية، وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. انتهى الدفعة الأولى من الوحي، اقرأ تعليم، هذا الوحي كله. اقرأ مرتين وعلم مرتين، والنص كله سطرين، يا سلام، كل قراية وتعليم، هذه الوجبة الأولى من الوحي. إذن إخواني، إذا أردنا أن ننبعث حضاريا وننهض، بدنا نبدأ من الثقافة والعلم والقراءة والاطلاع، المطالعة. مكتبة نابلس كان في مكتبة غير مكتبة المدرسة اللي درسنا فيها، كل يوم كنت أرجع كتاب للمدرسة. في مكتبة البلدية كل ما سنحت لي فرصة أصعد إلى المكتبة أقرأ ساعتين ثلاثة ما تيسر، وأعود إلى يعني الواجبات والأشغال إلى آخره. التلفزيون واللعب خطف أولادنا من الكتاب وأبعدهم عنه، وخطف الكتاب من أيديهم. يعني التلفزيون كرتون ومش كرتون، الأطفال أحب إليه من القراءة. القراءة بدها مجهود ذهني ومتابعة، بينما التلفزيون تقعد تفرج فرجة، لكن تبنيش ثقافة، تبنيش عقل، تبنيش معلومات، أغلب خيال. يعني توم وجيري شو بدنا نأخذ منها؟ بضحك الولد، كيف الفار بيغلب البس؟ شو هذا؟ والله ما نعرف. أنت يعني الفار إسرائيل مثلا والبس العربي، دائما بيطلع الفار غالب، هذا البس الضخم هذا. مش القصد، أنا ما أقول لك يعني مثال يعني أعيد وهج الكتاب وتشويقه إلى نفوسهم وعيونهم وعقولهم. الآباء والأمهات ساعدونا، ساعدوا مجتمعكم، ساعدوا أنفسكم، ساعدوا أبنائكم، حبب إليه الكتاب. في نهاية المدرسة بدأت العطلة، اهدي كتاب مشوق، أنت بتقرأ والأم تقرأ كتاب جذاب مشوق ملون، وليكن قصصي هادف بناء. يتعلم الولد القراءة، إذا أصبحت عادة اطمئن، إذا أصبحت هوايته. ما هوايتك؟ المطالعة. أي والله المطالعة. كورونا، العدد في الإصابات على مستوى العالم يوشك أن خلال أسبوع يمكن يوصل 100 مليون مصاب. صحيح الموتى 2.5 مليون مثلا يعني، لكن المصاب، ماذا المصاب بكلف كل واحد؟ كذا ألف دولار. إذن هذا الفيروس ركع العالم بمعنى الكلمة، ورجع الاقتصاد العالمي على الأقل 5-7 سنوات إلى الوراء، وحتى يتعافى بده كمان 2-3 سنين لقدام، لما يتعافى الاقتصاد من وراء فيروس لا يرى لا بالعين ولا بالميكروسكوب. سبحانك. وبيسألوك هو في إله؟ يا أيها العقلاء، أنا مش عارف يعني أي عقل يقودكم لهذا التفكير. بايدن بيقول خطة ترامب للتطعيم متأخرة جدا. أما أمريكا الآن في أسوأ حال. على كل حال، أمريكا عربية، ضرب المتظاهرين الذين اقتحموا الكونغرس، something يعني اسمهم بويز، يعني كيف نقول أولاد الزعران، أو شي عريان، شي عامل بايكينج، شي حاط قرون، منظر وحوش. هي دي أمريكا الحقيقية؟ قال لي احنا هذا احنا على صورتنا بدون ألوان، وحوش، 4 قتلى، والشرطة هاربين من أمام النوتي بويز. مثل هذه الكلمة يعني فاتتني والله، الولد الشقي يعني نوتي بويز، الأولاد الأشقياء على هذا الوزن، something boys، ناسي الكلمة الأولى والله، لكن على وزن نوتي. الخلاصة الولد الشقي، الشرطة هربوا أمامهم لأنه ممنوع يضرب، ممنوع يقتل، وهذا جاء متوحش بمعنى الكلمة متوحش. ومستر ترامب قال لهم سيو إن دي سي، يعني هي واشنطن دي سي، غير واشنطن ستيت اللي هي أقصى الغرب من أمريكا، هذه أقصى الشرق من أمريكا.
بسموها واشنطن دي سي ديستريكت، يعني هذه مقاطعة، تلك ستيت ولاية، هذه منطقة لوحدها العاصمة، وهذه يمكن عملت فيها تيك اوف تيك اون مش عارف ولا 30 مرة من واشنطن. كل يوم كنا ناخذ فري تيك اوف، والله كل يوم كل يوم نطلع من صلاة الفجر إلى منتصف الليل، ونحن حركة على مدى شهرين من مدينة لمدينة، من ولاية لولاية، محاضرات ودروس، والحمد لله يعني ولا 48 ولاية زرناها من فضل الله. آخرها كان جورجيا اللي طوش عليها، بنسلفانيا زرناها مرات من فضل الله، ميسيسيبي، ميزوري، ما تعدش، أوهايو ما تعدش، الحمد لله. أمريكا الآن أصبحت بلدا عربيا، الفوضى والقمع والانقسام، أنت في العالم العربي لك، صدرونا ترامب تعال عندنا، فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس الشيوخ لأول مرة. مجلس الشيوخ دايما شوف ترامب كيف هذا حزبه الجمهوري أحسن، إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم. أنصار ترامب يقتحمون الكونغرس، متظاهرون تسلقوا مبنى الكونغرس، بتشعبطوا مثل الحرذين هيك، يعني ما فيش سلم ولا غيره، جايبين معهم إحبال وحكاية. منظر، هذه أمريكا؟ قال يس، هذا إحنا على الحقيقة، بدون مكياج بدون ميك أب، هذا إحنا أمريكا بدون محسنات. مظاهرتان متقابلات، أنصار ترامب وأنصار بايدن، قسام أمريكا بركة، ذوقوا الكاس اللي سقيتونا منه، ومئة سنة وانتم مزقين هذا التمزيق، ذوقوا ذوقوا مس سقر. فاكر بتاع ناشفيل ولاية تينيسي، زرت المدينة ورا، هذا قاعد بالسيارة وفجر نفسه، بدوش يقتل حد، ابتعدوا السيارة ستنفجر within 10 minutes، خلال 10 دقائق اهربوا. ولو ايش هذا فجر حاله؟ فجر حاله بده يخش التاريخ. عمو شعب مجنون هذا. طبعا خسر المحلات ملايين الدولارات، عشان اول ما انفجر السيارة قال ارهاب اسلامي على طول الخط. بعدين لما لقوا بقايا بشرية حللوا الدي ان اي، حددوا عائلته، قالوا هذا من العائلة الفلانية، نسيت اسم العائلة، ناقص نحفظ كمان اسم العائلات، اي لا آه. المهم هذا من عائلة كذا من مدينة ناشفيل نفسها، عائلته يعني، حددوا العائلة، وطلع مش إرهاب إسلامي، فورا لطشتونا التهمة، ما احنا احنا اللي بنقول إرهاب إسلامي، شل لسانه من يقولها، ما حد بيقول إرهاب صهيوني ولا إرهاب مسيحي، إلا إحنا إرهاب إسلامي يا ولد، مين بيقولها؟ بعرفش شل لسانه، مين ما كان يكون نتفق على هاي وخلاص، شو بدك مين بيقول؟ ترامب يغرد لأنصاره مثل ما قلنا، سي يو إن دي سي، أراكم في العاصمة 6 يناير، ثورة يناير الترامبية، في ثورة يناير القاهرية ميدان التحرير اللي قمعوه والعرب مولوا الاستنقلاب، هاي مليارات عبوا جيوبكم بس سقطونا الإسلام والمسلمين، لا إسلام بعد اليوم يا الله العرب، اي نعم لا إسلام بعد اليوم، ولن نسمح لإسلامي يجلس على كرسي، نكسروا رجليه، مش الكرسي البني آدم، أعدموه بالمرة، سمموه وريحوكم منه، عبقري ده راجل غبي مغفل. لو كان غبي كان تركتوه. وسكتت أمريكا، أنا مش شايف، أنا مش سامع، أنا مش شايف، افعلوا ما شئتم، وتعلم أنه سمم، خلاص الموضوع حكينا 100 مرة، بعدين معكم، لا إله إلا الله. ترامب يقول قاتلوا، أحسنت مستر ترامب، نشد على أياديكم، عشان ذوقوا الكاس اللي جرعتونا إياه مليون مرة. اشتباكات بين الشرطة وأنصار ترامبوطة، شو هذا؟ اسمه ترامب، احنا زدنا له حرفين، شو المشكلة؟ ترامبوطة هذا ولية عندها واد في الديش في الجيش، يعني بتقول لهم ابن محمدين، محمدين ولا حسنين زي بعضه، محمدين طويل وزين، يضرب على الطرنطوطة، يعني بيشتغل في موسيقات
الجيش، فاحنا سمينا ترمبوطة يعني وزنا على ايه، يضرب على ترمطوطة. ترامب يصر على ان الانتخابات مزورة والانتخابات الزائفة والفوز الكاذب، هذا كله كذب وكله غش. هو الصحيح بقول لك عربي عقله مليس اسمنت، صدرونا يا ريت يا ريت. حذر زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ان رفض تسليم بايدن سيوقع البلاد في خطر قاتل. ايش هذا؟ برفع ايدي ايش اللون. ترامب بيقول تم تزوير الانتخابات كما لم يحصل من قبل، يعني كان يحصل بس مش بهذا الحجم. هذا كلام ترامب. ولن نتنازل ولن نتخلى ولن نعترف بفوز الديمقراطيين وسنقاتل دفاعا عن حقنا. الله يزيدك الله يزيدك كمل تياسة. كملنا. هذا سريعا جدا عن موضوع أمريكا. الآن نتكلم كلمتين عن فلسطين. 1700 بيت ومنشأة هدمتها إسرائيل سنة 2020 اللي روحت. 1700 بيكونوا بنوا هم في المقابل 30,000 شقة، مقابل ما هدموا لك أنت تك 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 1700 بيت. وينك يا أخ عباس؟ مو عندك محمد بيوت عندك في سلطتك في دولتك ضمن حدودك المعترف بها دوليا. عم عباس سمعنا صوتك. 1700 عم عباس. إذا عم بيهدموا هنا بيطلعوا هنا ناطحات سحاب تغطي على معالم القدس والعربان مش شايفين. هلا يا خواجة بعد شوي بصير يحكوا عبري. هلا يا خبيبي شرفتونا في دولة المشعرة مين وأسعدتونا في دولة المشعرة مين. يلا قال احنا بالتطبيع أوقفنا بالله. لا والله أوقفنا. كمل. الأطماع الإسرائيلية في فلسطين بلا وقفتوها. أحد المجرمين الصهاينة بيقول بدنا نفكك الأقصى وقبة الصخرة. مبارح هذا مبارح أول مبارح يا عرباننا ألا تسمعون؟ وأنا لو وقفتوا يا أبويا بدي فكك مستعدين نخرطه وننقلكم إياه بالقطعة ونركبه. أنا وير في العيزرية في أبو ديس وين مكان؟ بس هذا المكان الهيكل وشو هيكلهم أي من يمكن 10 متر مربع، مكان لذبح البقرة ومكان لحرق البخور. هذا الهيكل ذاتس إت. مخور مبخرة ولفوا فيها على بعضكم حاخام على خام. مخر لحيته هون لحيته لهون حط المبخرة من هون خليه يبخر حاله فيها. هذا الدين كله شعارهم وبوقفوا على الحيط وبحطوا هالورقة رسالة إلى الله بعدين بلموها وبكبوها في ال... طب مش رسالة إلى الله؟ ولما جاء ترامب حط الطاقية وحط الورقة. يا الله ورقة بالحيط يا مستر ترامب يا من تحكم العالم. ورقة بالحيط رسالة إلى الله. هاي رسالة للحيط مش إلى الله يا حيط. أخ يا حيف على هيك زعامات تسريبات. ترامب اللي بدير أمريكا. انتهينا من أمريكا. تصريحات أرملة عرفات الآن. تسريبات ترامب طويناها. هاجمت مسؤولي السلطة وسهى بتقول إسرائيل مش وراء تسميم عرفات. أنا مش هفصل ولا أتوسع لأنه بدناش مشاكل. والانتفاضة خطأ قلنا ليته سكت. منو كل متكلم بتكلم كلام جقم بنقول ليته سكت. طب ما انت سكتت دهرا يا ست سهى خليكي ساكتة يا أخي. يعني أقرأ كتاب لصحفي اسمه أحمد محمود مصري، هذا صديق لعرفات عامل كتاب الموساد على سرير عرفات. وأنا قريت الكتاب الخلاصة. فبقول أحمد محمود اتصل فيه عرفات أو اتصل فيه
جهة من الداخلية المصرية قالوا له عرفات عاوز ترافقهم هو وسهى إلى قهوة الفيشاوي، وهو موجود الآن، أعطوني عنوان في شقة بالجيزة. رحت فلقيت عرفات وسهى واقفين، عرفات لابس جلابية وحطة كأنه خليجي، وهي لابسة خمار ما عرفتهمش. قال لي كيف التنكر؟ قلت والله لولا صوتك ما عرفتكم. المهم أنا قاري هذا الكلام في كتاب أحمد محمود. فبقول طلعت معهم، قلت له أخ أبو عمار خليني أقعد قدام عشان السواق ما يعرفكش، هذا لسه أول تطبيع عرفات مع الصهاينة. عرفات يا أبا إلا نقعد في الأمام. قال قعدت أنا وسهى ورا وقعد عرفات قدام. يا أحمد يا، فعرفوا من صوت وقف وقال السيارة خربت انزلوا. يا راجل، قال السيارة خربت عمل لكم ايه؟ نزلهم. قلت يا أخ أبو عمار، قلت لك اقعد قدام ما رديتش علي وتحكيش ما رديتش علي. طلعنا مرة ثانية بسيارة ثانية، قلت له أخ أبو عمار طب اقعد ورا. قال لا اقعد انت ورا وانا بقعد، بس تحكيش مشان الله خليك ساكت وملثم بهالحطة. قال خلاص وصلنا قهوة الفيشاوي. المهم اختصر عليكم، فقال أنا بدي أقعد في الكرسي هذا محل ما كنت أقعد وأنا طالب هنا في القاهرة، وأنه قاعدين في يهود. فالجرسون قال لهم بس يشيلوا بحجز لكم المحل. الخلاصة قعدوا في محل قريب تعرف مع اليهود، أوهو خوش بوش. وإذ بست سهى بتقول بدي أروح على خان الخليلي، خلي أحمد يطلع معايا. طلعت معها بقول على خان الخليلي، تعرفوا القاهرة طبعا الحسين وخان الخليلي والأزهر الحكاية. المهم في الطريق قالت له يا أحمد أنا ما بديش خان الخليلي. أمال إيه؟ أنا عاوز أقول لك إني أنا بحب عرفات ومش موساد، وانت عامل كتاب الموساد على سيد عرفات تقصدني أنا. قالها لا أبدا، أنا بحكي كلام عام إنه الموساد عارفين كل شيء في حياة عرفات، أنت فهمتي على كيفك أنت حرة. قالت له بس الكلمتين قلت لك إياهم رجعني، ليش حاجة؟ قال جينا راجعين، أنا هاي الكتاب موجود، هتقول أنت بتألف؟ أنا بألفش، أنا بحكي كلام قارئ في كتاب الراجل، إحنا بنقرأ من فضل الله وبنبحبش كده. الخلاصة قال جينا راجعين، طلع عرفات استقبلنا ومعاه اليهود. سبقهم عرفات قال لي شوف العفريت دلوقتي هتشبك مع اليهود ازاي. عرفات يعني بيفتخر انه هي سريعة الشبك مع اليهود. الله 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 ينور بصيرتك عم الحق. المهم فقال فورا بالعبري دخلت معهم قر 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 وضحك وانبساط. مش قلت لك يا احمد؟ مش قلت لك؟ مش قلت لك؟ قلت لك؟ قلت لك شبكة السنارة. آخ وخلصت الحكاية. هذا الست سكتت دهرا وعملت مشكلة. آخ مهزلت ما حدث في مقام النبي موسى عليه السلام، رأسه زمر رأسه زمر وطبل وغنى ومزيكا على آخر صوت مسجد مقام. طبعا مش هتكلم عن اسم النبي موسى مقام النبي، يعني خيبتنا العربية بتظل خيبة، مش موضوعنا هسه. طب يا وزارة السياحة يا وزارة الأوقاف مين اللي أعطاهم هذا المقام؟ والآن الأخ عباس بده يحاسب كل من صلى في المقام. صليت ليه؟ صليت ليه؟ مش اللي رأسوا رأسوا ليه؟ لا اللي صلوا صليت ليه؟ صليت عشان نحميه من الاحتلال. بكرة أقول لك ده مقام موسى ده بتاعنا. المصلين كانوا يمكن على بعد مئات الأمتار منتشرين من فضل الله، كان يوما مشهودا حاسبهم 2000 شجرة زيتون يقتلعها بنو صهيون من وسط أرض فلسطين أرض سلطة عباس. 1700 بيت هدم و2000 شجرة زيتون قلع. الفلسطيني اقلع قلبه، شجرة الزيتون ارتباطه فيها أقدم زيتونة في العالم في الكون موجودة في فلسطين 5000 سنة.
5000 سنة من قرى رام الله أظن. فما الموقف من محاربة الناس في الأرزاق ورمز الوطن الزيتون يا سلطة عباس؟ يحارب بني صهيون الزيتون وأصحاب الزيتون لأنه رمز الوطن، وبه أقسم الله إذ قال والتين والزيتون، والمقصود مكانهما وهو فلسطين، وحق أرض التين والزيتون فلسطين. تين تل اللي بيعرف تل نابلس، السلام، تين تل يصبح الصباح جاي على يوزعوا من تل على نابلس، التين مشطب قدي كده، خرطمان وغيره، وزيتون فلسطين في الكون ليس له نظير، لا كان ولا سيكون. ازرع العالم كله زيتون، زيتون فلسطين أميز ما في الكون من زيتون. والدليل السياق، فبعد الشجرتين قال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. إذن والتين والزيتون فلسطين، طور سينين والبلد الأمين مكة، كلها أمكنة مقدسة مباركة. هذه الأماكن يحارب بنو صهيون أهلها، ونحن نسارع فيهم بدعوات السلام والخنوع والمحبة والخضوع. يا شعب فلسطين خدعوكم إذ كانوا أول المطبعين، أعني السلطة الوطنية جدا والفلسطينية جدا، واخد بس سيادتك ولا إيه؟ خدعوكم من عرفات وانت جاي، خدعوكم. اسمع، لا تتكلم عن الرمز يا سيدي، الحمد لله نقول الرمز غلط يا أخي، لك اعترفوا بالغلط، بلاش المعاندة والمجالطة والمبالطة والمغالطة، لويش غلطوا واعترفوا بالغلط، أخطأنا بالتطبيع. تخسروش، تضحكوش على الشعب. وعباس عارف مش رئيس ولا غيره، عارف ولا سلطة ولا له نفوذ ولا غيره، وقت ما يريدوا بيعملوا فيه مثل ما عملوا بعرفات. اللي بعده دحلامة قايلها من 30 سنة، سنة 90 عرفات يمضي ثم يمضي، ثم يأتي عباس ثم يأتي دحلان، والبديل الآن جاهز. عم عباس البديل جاهز، اسمع اسمع سمعت. بعد زعم الثورة على صهيون، وخدعوكم إذ زعموا أنه أقيم لكم دولة، إحنا بأننا دولة، إحنا صرنا دولة وعندنا سلطة في مجلس وزراء، مجلس نواب، مجلس أعيان، ومجلس استشاري، ومجلس تخطيط، ومجلس إيه، ومجالس ونفقات ورواتب، يا مزيكا. وعمليا ليس لنا من الدولة أو السلطة شيء إطلاقا، طبعنا for nothing مقابل لا شيء. إخواني إحنا في خديعة والله تزلزل أركان العالم، استغفر الله العظيم. نقابة المعلمين كلمتين، لكن في الوصلة الأخيرة، كونوا معنا أيها الأعزاء. إخواننا مشاهدينا، أخواتنا مشاهداتنا، حياكم الله جميعا، السلام عليكم، مرحبا بكم. نقابة المعلمين، نختصر مهمة أي نقابة المحافظة على حقوق من تمثلهم، مختصر. نقابة أطباء الأسنان، نقابة الأطباء البيطريين، نقابة الأطباء البشري، نقابة بتوع الأشعة، نقابة مش عارفين، نقابة المخابز، نقابة المهندسين، نقابة عمال البناء، نقابة موزعي الغاز، نقابة الخب، نقابة ومن ضمن النقابات نقابة المعلمين. منتهى البساطة، ما وظيفة النقابة؟ المطالبة بحقوق المعلم. وكيف نطالب بحقوق المعلم؟ التظاهر واحد من
أساليب المطالبة بحقوق المعلم، وتظاهر جنتل وتظاهر قانوني وسلمي ووقفة حضارية، مش داعي للحرج والزعل وتوتر الأجواء، ولا مش مكاسر المسألة. إخواننا اعذرونا، موازنتنا وضعنا، يعني في تفاهم، مش داعي لل يعني تكلم كثيرين. ما حبيت أن أتكلم والله، يعني لما احنا النقابة أقول لك تتدخلش في شغل، أنا مش متدخلة بشغل حد ولا غيره. إذا قامت النقابة بواجبها تحاسب؟ لا، إذا لم تقم بواجبها تحاسب. إذا هب أنه مثل ما قلنا سابقا في الكلمة، نجح في النقابة بعثيين، دام القاعدة انتخبتهم نحترم القاعدة. قاعدة مين؟ القاعدة النقابية اللي هم المعلمين. طلعوا شيوعيين، طلعوا خليط، طلعوا من حزب وطن، طلعوا من وين ما طلعوا، ذولا منتخبين انتخاب حقيقي. لا حد قال زوروا، ما حد قال، ولا حد قال رشوا، ولا حد قال. إذن هذا انتخاب حقيقي، نحترم رغبة من انتخبهم، ونحترم مطالبتهم بحقوق إخوانهم المعلمين. كل هذا لغاية الآن موقف حضاري وموقف يشكر. ليه احنا وترنا الأجواء؟ مش عارف يا أخي. رفعوا السقف، ما رفعوا السقف لما لم يستجب لهم. يعني انتم وعدتوهم بأشياء لم تصلهم، فطلعوا يحتاجوا، يا ناس وصلون حقوقنا والسلام، مش داعي للتوتر ولا داعي للتهديد. ثم يعني العزل بما سميتموه التقاعد المبكر، ما هذا عزل؟ يعني قبل ما يستكمل المعلم سنوات الخدمة ويصل إلى راتبه اللي هو كان يخطط له 400 ولا كم اللي هي بتكفيش أسبوعين، ومع هذا أنت عاوز تقطع له إياهم وتنقص من راتبه التقاعدي. إخواننا ما نتعاملش مع بعض بالحقد، نتعامل مع بعض بالسعة. ومن فضل الله وضع الأردن أكثر استقرارا مما تهيئوني، إنه هذول بزعزعوا الاستقرار. الاستقرار أرسخ، إحنا قاعدين على صخر من فضل الله، بلاش نقعد نهول. وتهونش أنت كمان يا شيخ. أنا مش عم بهون، هذا الواقع. يعني معلمتهم يدمروا البلد؟ يعني مستحيل طبعا. أزعم أنهم أحرص من كثيرين. المعلم أنا مسلمه في الذات أكبادنا يربيها، مسلمه أغلى أمانة في حياتنا أولادنا، مسلميها إلى المعلمين وهم أكفاء، وخاصة هؤلاء أمناء والله على أبنائنا وعقلهم وأخلاقهم ودينهم. أولادنا في خطر يا أبوي، عم بنشروا بالمخدرات. حدثني أب قال لي ابني في مدرسة، ما بدناش نحدد المكان، بيجيهم راجل على المدرسة حبوب يعني المذاكرة، يعني بتنشط العقل لتركيز المذاكرة، ويعني حبة حبة وبضحك معهم بيبسي للشباب. فالولد خدها وضبها في جيبته، لما صار في جيبته 4-5 حبات، الولد نايم. فأمه بقول أنا بحكي لي الصديق بقول أنا نايم أيضا، قيلولة صحتني قالت شوف إيش هذا، حبوب في جيبة ابنك. قرأت الحبوب من خلال مطالعاتي، هذه حبوب مخدر. فقدت عقلي، نتعت الولد وقال ولد إيش هذا، قال أبوي ما هذا، بس أقص لك القصة. حكى له القصة، أنه قال له خذني معاك على المدرسة. قصة. إذن أبناؤنا يتعرضون لحرب يا ناس، بدهم معلم. والله حدثني معلم من طلابي، بس نفتح ملفات الحين، قال لي والله ابتدائي بتعاطوا، أولادنا في خطر يا أبويا. فما لم يكن المعلم مملوءا دينا وحرصا على الأولاد، بروحوا أولادنا أغلى ما في الدنيا. مش أنتوا قلتوا هذا الكلام؟ أنتوا قلتوا أبناؤنا الإنسان.
ما في مؤتمن إلا من كان عنده دين. ها بين العنصرية، ولا عنصرية ولا غيره. يعني هذا المعلم من فضل الله من أخلص المعلمين، أب كل حنو وكل علم، متين في علمه، متين في أخلاقه من فضل. الخلاصة قال كب أتألم، أطفال بتدخن، أطفال تتعاطى. إذا نحن محتاجين المعلم الذي يحنو على الأولاد كالأب ونبههم للأخطار المحدقة والمحيطة، مش أنا أطاردهم. إخوانا التسع صدورنا يعني تحملونا، يعني شو الدعوة، إحنا كلام إحنا نحكي كلام، لا بملك إني أشطب واحد من عمله ولا غيره. أهو كلام، اسمعوا الكلام. ويعلم الله من نصيحة ومن محبة. البلد نفتدي بأرواحنا والله، لا تحد يزايد علينا. من فضل الله صفحة بيضاء، وطننا بنقدم له، ما حد بيتقاعس واحد بيزايد علينا من فضل الله، حرصا على هذا البلد. والله بأرواحنا وأرواح أولادنا نفتدي هذا البلد والله. ومش غالي، بيستحق. الخلاصة، فنقابة المعلمين تحترم وتقدر، والتشنج هذا والتشدد ينحل، تنحل ودي، أعطوهم حقهم. وبدناش رد نكرر المرة المليون، أعلى رواتب في اليابان المعلم، أعلى من الوزير المعلم. ألمانيا المعلم طبقة أولى، احنا عندنا المعلم يعني قوت لا تموت على الفلاحين، يعني نعطي راتب تو سيرفايف، ليبقى حيا بس، يعني فقط، مش انه يستطيع انه يبني مستقبل او يعلم اولاده. الله يكون بعون المعلم. التعليم، مسابقة احسن مشروع لتطوير التعليم في اليابان. يا شعب اليابان، بدنا مشروع لتطوير التعليم، احسن مشروع، جائزة ضخمة. شوف تفضل العالم كيف بيفكر، اعطوني مشاريع كيف نطور التعليم. طبعا فنلندا الان في التعليم رقم واحد في العالم. طب احنا رقم 100 وكام؟ والله ما نعرف. طب متى بدنا نصير احنا في العشر الاوائل؟ ماشي الاول، متى؟ سنغافور مرتبة اولى او ثانية، قطر مرتبة متقدمة على كل العرب اللي بيحاربوها العربان. كنا في الاردن من احسن المناهج في العالم العربي ومن أحسن نوعيات المعلمين، فما حالنا اليوم؟ إحنا اللي علمنا كل العالم العربي. المعلم الأردني كان مثل الدينار الذهب، عمان، بحرين، قطر، الجزيرة السعودية، الجزائر، المغرب من أصدقائي من علم في طنجة، يا سلام، أقصى المغرب، أصدقائنا الأعزاء والله، متعه الله بالعافية، ما شاء الله، الآن دكتور ما شاء الله. الخلاصة خلصنا، فإحنا اللي علمنا العالم العربي، يعني ما عدا طبعا سوريا ولبنان ومصر، هاي الثلاثة ما علمناهمش، لكن كل ما تبقى من عالمك العربي إحنا اللي علمناه. معلمنا كان نمبر 1 في العالم العربي. لو عرض معلمين من كل الدول، المعلم الأردني رقم 1. الآن وين المعلم الأردني؟ إخواننا تحملونا كلمة من ناصح، والله لا بدنا نزايد ولا ننازل انتخابات عشان أعمل ستار. أنا بشغلتي ورق وقلم، جاست ريدينج وجاست بكتب، بقرا وبكتب، ولا بدنا حد يرشحني ولا حد ينتخبني. بالله عليكم، كنت اقول لطلابنا من المرحله في الجامعه قبل 99 سنه، اذا رايتموني نازل الانتخابات بالله عليكم لا تنتخبوني، عشان ايه؟ يفهم انه كلمتنا لوجه الله، ما بدناش من احد لا شكرا ولا جزاء ولا غيره. ايران والرد على العدوان، هل فطنت إيران لمقتل سليماني الآن بعد سنة كاملة؟ قال لي عموه شيخ، انتم مش عندكم في الأردن مثل المراجل تفاطين؟ قلنا له آه والله عندنا، تعرف أمثالنا يخرب بيت أهلك. قال أنا عارف، آه طبعا، المراجل شنهي تفاطين،
تفاطين مش فساتين، تفاطين. لا إله إلا الله، زي الطين، حسبي الله ونعم الوكيل. المهم، ما الذي ذكرها هذه اللحظة؟ وقد تكلمتم أولا عن رد مزلزل، مجلجل، مهلهل، مفلفل، مخلقل، مبلبل، مضلمل، ما عندوش شيء، اقطع لكم. فكان ردا هزليا لا زلزاليا، وفجروا مفاعلاتكم فما رددتم، فهل اليوم فطنتم؟ وقتلوا زاد وزيادة وما رددتم، فالآن فطنتم؟ قال احنا بنفطن وقت ما بدنا. والله كل حياتكم مؤامرات يا ابوي. إيران يحكمها الملالي المعممون من العمائم، مش من العمى، المعممون، والعربان يحارب الدين والمتدينين. احنا افطن وانبه من ايران، احنا ما بنحب المتدينين مره مره مره. ايران تقوي موقفها بالتسلل الى النادي الذري. احنا قادرين نوصل التخصيب الى 90% وفل فيرتلايزنج ونحن نزداد العالم العربي ضعفا يوما بعد يوم. ظريف الطول، شو هذا؟ أغنية فلسطينية. ظريف الطول تاع إيران هذا، يا ظريف الطول وقفت أقول لك. عناصر إسرائيلية بقول منخرطة في العراق ستشن بها هجمات على الأمريكيين. شوف ظريف الطول، لإشعال حرب، واضح الكلام؟ ظريف الطول الظريف بيقول، مش طويل يا عم خلصني، إسرائيل زاج عناصر في العراق يهجموا على الأمريكان عشان يشعلوا الحرب ما بين إيران والعراق والأمريكان. أنتم يا إيران تحتلون العراق، وبالتالي أنتم مسؤولون عن هذا. أنت بدك تلوم مين يعني؟ ومين محتل العراق؟ أنتم. مين مستلم العراق؟ أنتم. مين بدير العراق؟ أنتم. ومين سلمكم العراق؟ أمريكا والعربان. أمريكا والعربان، قلناها مليون مرة، الأمريكان والعربان جابوا إيران سلموها العراق، عراقستان. منتهى البساطة كده، على بلاطة بمنتهى البساطة. أعدموا الراجل والعربي زغر، أعدمنا الشيطان، أعدمنا الشيطان. إيران والعربان، إيران تبنت الحوثيين فجعلتهم أقوى من 3 دول، اليمن ثلاث دول. الحوثيين الآن بتسيدوا على 3 دول بدعم إيران. وماذا صنعنا احنا؟ احنا رجعنا اليمن 50 سنة إلى الوراء، وعيننا على سوق أطرة، وعيننا على الشواطئ، وعيننا على مدري ويش، وعيننا على قال جبناك يا عبد المعين تعين، طلعت يا عبد المعين بدك معين. آخ آخ، شفت الفرق يا ابويا؟ ايران تبنت حزب الله فجعلته اقوى من الدولة اللبنانية. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. والعربان يحاربون حماس، كيف الفيلم؟ قال لي فيلم تحفة. قمة العلا عنوانها المصالحة والمصارحة. واخيرا استقبل العربان زعيم قطر، علم قطر. الآن عناق وأشواق، هلا هلا، نورت الديرة يا تميم، نورت الديرة يا تميم، يلا هلا هلا، وأهلا وسهلا يا تميم، وشرفتونا يا تميم، يتم عليك يا تميم، خلاص اعمليها موال. الرداحون أحمد موسى، 100 مليون ما يوافقوش. عم الرداح، إذا المعلم صاح مثلك بوقف النباح، واضح يا أحمد موسى؟ سو شرب معلمك اللي بدأ العدوان، مش العدوان، بدي أدور على كلمة أخف من العدوان، مش العدوان، معلمك اللي بدأ، ولا قصدي من يمشون معلمك اللي هم مين؟ بعرفش. في حجم بعض الورد، إلا أنه بمشي أكبر بلد عربي. حزر فزر يطلع مين؟ حزر فزر يطلع مين؟ بلد عربي، ما عرفش. المهم، قلنا من اليوم الأول بتتذكر، قلنا لكم تمويل السد الأثيوبي إسرائيلي عروبي، ما صدقتونا. الآن كشفوا إنه هم اللي مولين السد، إسرائيل، التكنولوجيا والمال العربي، عشان يخنقوا مصر،
اللي هم حبايبها يمشوها بالريموت كنترول. كيف الفيلم يا إخوان؟ والله هذه الرؤية والله من 7 سنوات واضحة، وقلت لكم إياها ومسجل. يا لو اللي يرموك ساعدونا بيطلعوا لك اللقطة، يقول لك هذا الكلام قلناه من 7 سنوات. السد تكنولوجيا إسرائيل، تنفيذ الصين، تمويل العربان ليخنقوا مصر، هذا من زمان، من 84 بالجامعة أنا قايلة في المحاضرات. سيقام سد وطلاب على صفحة أقسم، قال لي والله قلت لنا هذا الكلام سنة 84 بحصة القصص القرآن بالجامعة الأردنية. ستقيم أثيوبيا سد لخنق مصر لصالح إسرائيل، 84 يعني قبل 36 سنة قايلوا محاضراتي. مش كان يتدرس في الجامعة؟ يا لو قلت الكلمة هاي أوعي الطلاب، يبقى أنا خنت التدريس، حصتي من فضل الله ال 150 كان يحضر 250 على الشبابيك وعلى الأرض، يقعدوا جنبي على الطاولة من فضل الله. كل مواد كذلك، لأنهم يعني جايين يستفيدوا من فضل الله. نحن بنتكلم من القلب من فضل الله. والجامعة طلابنا ومنتدى طلاب الجامعة ولا خريجين الجامعة بيذكرونا بهذا الكلام. أنا كنت أوقف على الشباك، كنت أوقف عندك، كنت أقعد عندك على الطاولة على المنصة. الخلاصة الحمد لله وزير الخارجية السعودي ما جرى اليوم طي صفحة الخلاف كليا. يا رب. أمير الكويت نهنئ الجميع بما تحقق، فتح الحدود بين السعودية وقطر برا بحرا جوا. بعد إيه؟ بعد إيه؟ بعد إيه؟ بعد ما خربتوا الدنيا 7 سنين فور نوتنج، ما فيش موجب. يعني قطر ما عملت شيء، انتم مندلقين على اسرائيل ومغلقين على قطر. يعني مش فاهم، مندلقين ومنغلقين على اسرائيل هي وعلى ايش دعوه؟ ولو تميم خطير مره. المهم الان اصطلحت الحمد لله، الحمد لله على السلامه. الشرق الاوسط اللي هي الجرنان بقول اين المطالب ال13؟ يا ولد ما تخلي المركب ماشي الا تقعد تنبش مثل المهم الشروط ال13 كأنه قطر طالب روضة، والمعلم يقول له بتجيب معك بكرة كراس الرسم، وتجيب معك الكتاب الجغرافيا، وتجيب معك دولة زيكم. يعني كلها يقول لي هاي دولة زيكم بحجمكم، يعني شو أكبر منكم ولا مؤاخذة. يعني بالمناسبة أنا قطر أعرفها، وهي طبعا عمري ما اشتغلت إلا في الأردن، والله عرض علي 5 أضعاف الراتب، ثم إلا في الأردن بخمس الراتب أعيش كفافا ولا أشتغل في غير الأردن. بتحدى أي واحد عرض عليه هذا العرض وقف هذا الموقف، ما حد زايد علينا، يعني ما حد زايد علينا 5 أضعاف والله. القرضاء وأستاذي قال لي يا ابني أحمد يجي عندنا 5 أضعاف الراتب، عميد الشارع. قلت له شكرا، أشكرك أستاذي على محبتك وتقديرك، لكن لن أعمل إلا في بلدي، وما عملت إلا في بلدي. بعدين مش مشكلة، ما عنديش مشكلة من فضل الله. وزير خارجية السعودية بيقول إنجاز تاريخي عزز العلاقات. الخلاصة مصر وقعت على بيان العلا، بس اللي مس مصر سامح، يعني مش القل واضح. واضح انه هو مع انه بلد عربي اللي امره بالقطيعة، لكن مشي فيها للاخر اكثر من البلد اللي طلب منه الموقف. فاهمين علي؟ فبعد سامح نوع من مسج احتجاج، يعني انه مش عاجبني، عاجبك ولا مش عاجبك، احنا اللي بنمشي العالم العربي. مش بالحجم المسألة، لا المسألة بغير الحجم. المهم توقيع مصر يأتي في إطار حرص مصر على التضامن. الشيش وزير المالية القطري يصل القاهرة افتتاح فندق قطري على كورنيش النيل. يا نيل يا نيلة اتنهير العالم العربي. قلنا لكم منذ اليوم الأول أنه هذا كله كان مفتعل. الفرقة وقطر، فرقة مين؟ فرقة الرداحين في الإعلام المصري. قطر متورطة في دم المصريين، قطر دم المصريين ازاي؟
ثبت بالدليل القطعي كل اكاذيب. هتقول لي هم اللي قتلوا هشام بركات؟ اللي قتل هشام بركات الاجهزه بتاعتكم يا عمو، عشان تعملوا فتنه وتعدموا وتحكموا مؤبدات. قطر ما لهاش علاقه، لا قطر مولت حماس وحماس طلعت ذبحت هشام بركات وضربت الناس في ميدان التحرير، وضربت في ميدان التحرير اسلاميين، يعني طلعوا الاسلاميين من غزه، ذبحوا الاسلاميين ورجعوا. طبعا ما مسكتوش ولا واحد، مليون مره عدناها، ما انجرحش ولا واحد، ما ماتش ولا واحد فلسطيني. يا اخواني كذب، اعلام دجال كذاب. مصر مش هتتصالح جعجاع من الجعاجعة بدون ما نسمي، مش داعي لها عمرو اديب ولا عماد الدين اديب ولا ليش نسمي اسماء لوش. حي الله من قانا، هذا استقبال تميم، نورت المملكة مثل ما قلنا. عمرو أديب احنا وضعنا ايه؟ تسأل مين يا عمرو أديب؟ ما انت معلم ما شاء الله عنك. احنا وضعنا ايه؟ مع القافلة، يعني الناس عاوزين يتصالحوا. بدك تعكر يا عمرو أديب ولا انت فاهم اللعبة اكثر من المشغلينك؟ الاعراب والارهاب، ما اكثر حديث الاعراب عن الارهاب؟ تسمع قنواتهم الجرارة كل دقيقة تكرر مكافحة الإرهاب وأفلامهم عن الإرهاب اللي هو منهم وفيهم. الإرهاب والكباب، الإرهابي هذا الإمام، هذا من أعداء الدين والله. أخ، وهم مندلقون على إسرائيل، وهم وإسرائيل اللي بحاربوا الإرهاب، هم الإرهاب وأساس الإرهاب والتهم الجاهزة لمن يرغبون بطمسه أو قتله. يعني عمال طلخة، وش هذا؟ مصنع الأسمدة في طلخة، ماله؟ بتظاهروا باعوا المصنع للجيش يعمل عليه إيه؟ شقق. طبعا تمن الأرض راحت فين ما تعرفش، والجيش هيعمل ايه بالارض اللي شقها؟ هيبيعها لمين؟ ما تفهمش. 7000 عامل شردوا اعتصموا، هتموتونا وعيالنا، هنشتغل فين؟ 7000 كان المصنع يربح. الخلاصة، فزعماء التظاهر اعتقلوهم، واللي فر منهم ارهابي. واحد بيقول كسروا لي البيت واعتقلوا أخويا، وأنا راح أسلم نفسي، أنا رايح أسلم نفسي باعتباري أنا الإرهابي إبراهيم فلان، أنا إرهابي راح أسلم نفسي لأن تظاهرت لبيع المصنع وهدمه ورمينا في الشارع، قالوا عني إرهابي فأنا الإرهابي راح أسلم نفسي. بعد ما حطموا له البيت واعتقلوا أخوه، يا الله. قطر والآخرون المصالحة لمواجهة التحديات تواجهها منطقتنا، هكذا قالوا. وهل غابت عنكم هذه التحديات 7 سنوات وفطنتم الآن؟ قرقاش المغرد بيقول نحن أمام قمة تاريخية، وأنت أكثر يا قرقاش من غرد للقطيعة التاريخية. الإعلام المصري يواصل ردحات أو وصلات الردح لقطر وتركيا، مما يدل أن المعلم عندهم لم يعطي الإيعاز بتغيير النوتة الموسيقية، فبقت المعزوفة القديمة هي أحمد موسى. أنا راجل حر، أشهد لك، وبتكلم من قناة خاصة، فيش خاص عمو، كل قنوات الأجهزة حل عنها، مش تبع الحكومة يا راجل، كلكم في الأجهزة. طيب انتهى الوقت، وخدنا الإشارة مرات أن أزفت الآزفة أن تفارقنا. لا ننسى أهلنا الكرام المرابطين لحراسة مسرى محمد، ثبتكم الله وثبط أعداءكم يا رب العالمين، فرجك القريب ونصرك العزيز لهؤلاء المرابطين على مسرى نبيك، ثبت أقدامهم، ثبت قلوبهم، وحد صفوفهم مولانا العزيز العظيم. يا رب بك نستغيث، بك نستعين على هذا العدو اللعين المجرم الذي يريد بأقصانا وشعبنا شرا. أهلنا في الأردن حياكم الله، صرف الله عنا وعنكم هذا الداء والبلاء. فقدنا اليوم أستاذا من أساتذة الشريعة الكرام
ماجد أبو رخية ابن معان الأبية رحمه الله، زميلنا العزيز والله، أهله في معان، أهل أبو رخية الكرام الأردن، وأهله ومعان كلهم شرف وعز ما شاء الله. عوض الله بلدنا العز عن هذا القامة العلمية خيرا إن شاء الله. أنتم أيضا مشاهدين والأخوات إلى الملتقى بكم، ودائما أسرانا لكم التحيات والدعوات. أهلنا الكرام من تتابعوننا، أسأل الله تعالى أن تكونوا بأحسن حال وأوفق الأوضاع بإذن الله تعالى، وأن يذهب هذا البلاء حتى نستعيد عافيتنا الاقتصادية في هذا البلد الضعيف المضعضع اقتصاديا. يا رب أسعفنا بغيث من عندك قريب. إلى الملتقى بكم ودائما نستودعكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.